قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. طولت، جزاكم الله خير. خلاص خلصت الحلقة. شمس سطعت والفوز جميل هذا اليوم، وكفو قد قال هذا فصل الفوز. وجدها قلنا هيا للمقر العادي، ما أسوأ هذا المقر، هيا يا جمهور. شمس سطعت والفوز جميل هذا اليوم، وكفو قد قال هذا فصل الفوز. والله لما تقول زين يا وجدها قلنا هيا للمقر العادي، ما أسوأ هذا المقر، هيا يا جمهور. شمس سطعت والجو جميل هذا اليوم، شمس سطعت والفوز جميل هذا اليوم، وكفو قد قال هذا. الطريق زحمة. ثواني الحين تحسبنا تحسب راسك مبارك انت وياه. تعال تسوون زي مبارك. مبارك غلط، لا تقتلون فيه. بسم الله. احنا فريقنا مو ما نتكلم عن الجمهور، الجمهور كيفهم، لكن احنا فريقنا ما ينفع. تدري شكلكم جاهزين عيال. بسم الله. ثواني بتكلم عن صيحتهم اللي قالوها. وشو؟ بي اي تي باد باد باد. بس بما انه باد ورنا، يلا ورنا شطارتك. طب تعال اجل معاي امه، ما يعرف الا واصل معه. طيب خلاص انا اعزم. نقول كفو في الميدان دايم ينتصر، هي لابس الاورنج لا شفته افتخر، هي كفو في الميدان دايم ينتصر، هي لابس الاورنج لا شفته افتخر، هي كفو في الميدان دايم ينتصر، هي لابس الاورنج لا شفته افتخر، هي كفو في الميدان دايم ينتصر، هي لابس الاورنج لا شفته افتخر، هي في الميدان دايم ينهزم، لابس الازرق لا شفت انقرف، قدها في الميدان دايم ينهزم، لابس الازرق لا شفت انقرف، قدها في الميدان دايم ينهزم، لابس الازرق لا شفت انقرف. وياك للموت ولا نسمع اي صوت، وياك للموت ولا نسمع اي صوت، في حضرة الورق قاصن تزين لا نسمع اي صوت. طبعا شباب احنا صراحه في هذا الوقت صراحه نشكر الفانز المبدع والمتالق. لا انا ابغى اتكلم عنه شويه. سم تفضل. الفانز المبدع القائد المغوار الشجاع مهيب مغوار الكفو بعد القصيده كل شيء. لا شباب هذا لو كمل بيتحمس. حابين نشكر يعني شخص من فانزاتنا ومعجب فينا ويسالنا من زمان، عاد يقول لكم صيحه، عاد يقول لكم صيحه. حابين نشكر الاستاذ جهاد برناوي على كلمه منا تصير غير قدها. ايش لا معليش احنا نعرف معليش معليش دقيقه اقبال اي وش صيحتك؟ ها طيب عيال صيحه اقبال. يلا قدها ايه كفو قدها ايه كفو احلى تحيه لاقبال. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. دقيقه في توضيح بس دقيقه بس تعالوا بالله تعالوا تعالوا كلنا بعد على مين علينا جود فايف زوم وما يقولنا قدها ايه قدها اوه حلوه. نبغى يمين يسار. يلا هذه العيون. يلا تعالوا يا سلام. انا بجي هنا. يلا ها خلينا هنا. يلا واحد
يمين يسار ها؟ وقدها ايه وقدها اوه قدها ايه كفو اوه قدها ايه كفو اوه فرحانين. تعال 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 دقيقة دقيقة في شيء حصل قالوا كلمة ما هي كويسة تمام؟ مقرفة صح؟ ايش قالوا؟ وبذلك تم الخصم على فريق وش هذه كلمات استاذ جهاد كلمات استاذ جهاد كلمات استاذ جهاد تم الخصم تم الخصم على فريق كفو عندك الاعتراض وينك التيشيرت وين التيشيرت وين التيشيرت خلاص كذا ترى مو انا اللي كتبت الكلمات ذي افا مره كنا طالعين كذا مع بعض كمان قلنا الصيحه مع بعض ايوه وهم حفظوها وقالوها لكن انا ما قلت الكلمات هذه انا بريء منها يعني كمان في كلام ما هو صحيح الكلام اللي ذا حق اليوم ما لي دخل لا هذا يا معدنا لازم خصم انا شاهد لازم خصم والله لاحظوا شيء نفس اللبس امس أوه؟ بعد هو لابس معهم بس ترى اليوم اللي جاب لي القميص الله يهدينا كبني سؤال ودك تغير اليوم اللي جاب لي القميص الله يهدينا كبني جاب لي اكس لارج ايش يسوي بو اكس لارج طيب يعطيكم العافية شكرا ما شاء الله تبارك الله دخوليتين جميلة كانت علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع